قسم الكوماندو! كرروا بعدي بصوت عالي وواضح. نحن لا نعرف الخوف! نحن لا نعرف الخوف! نحن جنود الجبال! نحن جنود الجبال! بنينا أعشاشنا في السماء! بنينا أعشاشنا في السماء! حيث الخوف هناك! حيث الخوف هناك! لا شيء يوقفنا! لا شيء يوقفنا! إلى الجبال العالية! إلى الجبال العالية! نصل سوية! نصل سوية! إلى الغيوم الأرجوانية! إلى الغيوم الأرجوانية! أنا كوماندو تركي! أنا كوماندو تركي! أسحق أعدائي بمخالبي! أسحق أعدائي بمخالبي! أنا في كل مكان! أنا في كل مكان! في الجو! في الجو! وعلى الأرض! وعلى الأرض! وفي البحر! وفي البحر! وفي الصحراء! وفي الصحراء! وفي الوديان! وفي الوديان! وفي المستنقعات! وفي المستنقعات! في تركستان! في تركستان! في طهران! في طهران! في أي وقت وفي أي مكان! في أي وقت وفي أي مكان! مستعدون! دائماً! مستعدون! دائماً! من؟ الكوماندو! من نحن؟ الكوماندو! من نحن؟ كوماندو! 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 الله! كوماندو! الله! ساعد! الله! يحمي كل رجال الكوماندوز! آمين! الله! يحمي كل رجال الكوماندوز! آمين! ما حدا فيكن بيترك العملية وتواصلوا مع الكابتن أمين. لازم نحكي مع بوزكير باشا فوراً. مفهوم كلامي؟ حاضر سيدي. شو هاد؟ أوغوز حضروا حالكم بسرعة ولا تنسوا شيء. حاضر سيدي. مفهوم. يا جيت أرجان يلا يلا، في غراض كتير هون. يشار كأنك شاطر بالتعبير مو؟ كنت أشطر واحد بالمدرسة. وأنا انصدمت من الخطبة اللي سمعتنا إياها. لك شو هاد؟ مفكر حالك عم تكتب موضوع تعبير؟ لا أبداً أهبل. بس هلأ مو وقت هالحكي بنوم. كيف يعني؟ لا مو هيك بنوم. ليش أنا شو حكيت؟ أنت شو حكيت؟ ضليت ساعة عم تلعي وما بعرف شو. رجع قولها بالله. اللي بده يخاف من الموت ما لازم يكون بالكوماندوس. لك ايه مزبوط، بس ضروري كنت تسمعنا هالخطبة. والله يا شباب انا ما كان قصدي العي، بس المهم اني اعبر عن الحالة السيكولوجية اللي حاسسها بجواتي. يعني الرجال ما بيصير يحسوا بالخوف، يعني البطل شو ما بيقولوا له بيقول لهم مفهوم، وبهالطريقة بيكون رجال حقيقي. لكن يعني قصدك تقول الرجال بس اللي بحق لهم يكونوا أبطال، مو هيك قصدك يا شاربي؟ شو؟ مو قصدي. يا ريت يا ريت لو خليت أمي مسكر وقتها وما حكيت شيء أساساً. الله يلعني. إيه مزبوط، لأنه حكيك مو منطقي بنوب. ما حق تنزعج. أحياناً الواحد لما بيحكي كتير بيخبص كتير وبيحكي كلام مانو مقبول أبداً. مو طبيعي بالمرة أنت يا شار. مسكين والله مسكين. وينك أوكان سمعتون؟ هلأ شو كان عم بيقول الرقيب كوران؟ يشار قال جيب له مناشفه. عن جد عيب. ما بيصير تنسى الرمانات مو يا حلو؟ والله عيب عليك يشار، والله عيب. انت ليش متخلف كتير هيك؟ لك شبون هدول؟ والله العظيم ما فهمت ولا كلمة من اللي حكوه. هلأ بدك تتعود يا شار، انت أغبى واحد بالمجموعة كلها وعم تقلل من مستوانا. رح من وشي ولك. أساساً انت كمان ما فهمت ولا كلمة، أنا متأكد من هالشي.